أفضل لاعب الموسم الخامس عباقرة الجامعات، ومباراة قوية جدا، وهفكركم بالنتيجة. محمد رفعت لسه مفيش نقط، رحمة عصام 10 نقط، البدري 10 نقط، مصطفى نبيل مفيش نقط، وجيه سمير في الصدارة 30 نقطة، حسن عروس 20، أحمد الهلباوي 10، هشام حسن مفيش نقط. ودلوقتي مع الفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة، فقرة المعرفة، 4 أسئلة 1 لـ1، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. طبعاً كل واحد هيختار كورة. رحمة أول واحدة، ليديز فيرست، وبعد كده رفعت. يلا يا بدري، مصطفى، هشام، الهلباوي، حسن عروس. ما عندكش اختيار يا وجيه. هنشوف مين. لا 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 لا، حسن. لا بتهزر. اول حد محمد رفعت، معلومات عامه، تمام. رحمه، قدرات ذهنيه. بدري جايلك على الطبطاب، رياضه. ربنا يستر. قدرات ذهنيه مصطفى نبيل. وجيه، معلومات عامه. حسن عروس، مخبي وشك ليه؟ رياضه، ما بحبش الرياضه. تحبش الرياضه؟ ماليش فيها. بقول لك ايه يا حسن، انت معاك كاس النهارده، عايز ايه تاني؟ بس كده، شكرا. حاجه غريبه والله. هلباوي تكنولوجيا، هشام حسن تكنولوجيا. اول اتنين معلومات عامه، اتفضلوا رفعت ووجيه. وسؤال في المعلومات العامه، معلومات عامه، والسؤال هو: ما هي الدوله الاسيويه التي يوجد بها أكبر عدد من الجامعات في العالم حتى عام 2021؟ 5288 جامعة. إجابتك؟ الصين. الصين الرابعة، 2565 جامعة. إجابة خاطئة. لو مش الصين هتبقى ايه يا وجيه؟ من الهند. الهند صح. اجابه صحيحه. برافو عليك يا وجيه، 10 نقط. النتيجه اتغيرت 40 وجيه. دلوقتي عبد الرحمن البدري وحسن عروس. حسن عروس وعبد الرحمن البدري، بص، السؤال مش في الكوره. الحمد لله. والسؤال سهل مش صعب. يا رب. على حظك. الحمد لله. انت ليه محسس انك هتعيط؟ ما بحبش الريف، ماليش فيها. رياضه، والسؤال هو: عبد الرحمن الصيفي هو اول بطل مصري يفوز بميداليه ذهبيه بدوره الالعاب العالميه. سومو. في رياضه قتاليه. سومو. في رياضه قتاليه يابانيه. سومو. صح. السومو. صح. الحمد لله. شفت، خد البازر بس. قاعد يعيط في ثانيه يعني، ونهار وضحك علينا احنا الاثنين. شوف في ثانيه الكاونتر ما لحقش يعني، ما فيش. بقول لك ايه، احنا نسحب منه اللقب. الحمد لله. حسن عروس، السومو. اجابه صحيحه. في وزن 85 كيلو جرام، الوزن الخفيف، وكسب مين بقى؟ بطل اوكرانيا. بطل اوكرانيا كسبه مرتين الماتش، تعال. والبطوله كانت في الاباما في امريكا. حسن عروس بقى معاك كام نقطه؟ 30 نقطه. حسن عروس. دلوقتي سؤال في التكنولوجيا، هشام والهلباوي، الهلباوي وهشام، تكنولوجيا، والسؤال هو: ما هي شركه التكنولوجيا التي استحوذت على برنامج مكافحه الفيروسات ماكافي عام 2011؟ مايكروسوفت. صح. مايكروسوفت. مين اللي بيقول صح؟ حسن؟ اه. اجابه خاطئه. مش مايكروسوفت، اشتريتها ب 7 مليار و600 مليون دولار. شركه برمجه متخصصه في مجال امن الكمبيوتر ومكافحه الفيروسات. افيرا. فكرت ولكن
إجابة خاطئة. مين بقى؟ أفست؟ إنتل. هارلك أول سؤال ما يتجاوبش في الحلقة. رحمة ومصطفى، مصطفى ورحمة. سؤال في القدرات الذهنية بعشر نقط. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل مسألة الآتية: 72 في 4 على 12 زائد 87 يساوي كام؟ 72 في 4 على 12 111. الغريب ان الجمهور بيسقف لك، كله بيقول اه. رحمة إجابة صحيحة. هبطت يا مصطفى، وبرافو عليك يا رحمة، 10 نقط. رحمة بقيتي 20. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة ألف نون. ألف نون، فقرة الفنون، أربع أسئلة تعتمد على السرعة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أول سؤال سينما ومسرح، والسؤال هو من هو الفنان المصري الراحل الذي قام بدور عبد الحكيم في فيلم جري الوحوش؟ إجابتك حسين الشربيني. حسين الشربيني أول 10 نقط لمحمد رفعت، إجابة صحيحة. بطولة مين بقى؟ كل الكبار. كل الكبار فعلاً، محمود عبد العزيز ونور الشريف وحسين فهمي ونورة وهدى رمزي. تأليف محمود أبو زيد وإخراج علي. تأليف محمود أبو زيد وإخراج علي عبد الخالق. محمد رفعت معاك 10 نقط. أغاني وموسيقى، والسؤال هو حبيت بلدي هي أغنية المطرب مصري راحل، فمن هو؟ سيد درويش. سيد درويش، إجابة خاطئة. كلمات محمد فتحي مهدي وألحان محمد قاسم، أغنية وطنية عظيمة. رحمة. كارم محمود. كارم محمود طبعا، إجابة خاطئة. اللي كانوا بيحاولوا يدوسوا على البزر هما فين دلوقتي؟ بزائد 10 أو ناقص 5. سيد مين؟ مكاوي. سيد إسماعيل. تاني سؤال ما يتجاوبش في الحلقة. السؤال اللي جاي لوحات ومعالم، والسؤال هو لوحة مارلين مونرو هي من الأغلى في التاريخ لفنان أمريكي، فمن هو؟ رسمها 1964، اتباعت بكام بقى؟ 195 مليون دولار في مايو 2022. المزاد ده كان في نيويورك يا رفعت. إجابتك تخضيت. طار الاسم. طار الاسم. مايكل إدوارد. مايكل إدوارد أو مايكل أوين. أوه. أي حاجة يعني. محمد رفعت طبعا إجابة خاطئة. اشتراها لاري جاجوزيان، عنده سلسلة معارض فنية. انتوا عارفين اللوحة دي طبعا، شفناها كتير جدا. فرصة تانية. هقول الرسام الأمريكي الوحيد اللي عرفه، جيمس ويسلر. طبعا الهلباوي، إجابة خاطئة. ما حدش هيحاول في الفرصة التالتة، ما أعتقدش. أندي. أندي إيه؟ مورويل. وورهول. أندي وورهول. السؤال اللي جاي في سرعة البديهة، من فضلكم محدش يستعجل. السؤال اللي جاي سؤال يعتمد على اللي عارف عواصم العالم. اللي هيستعجل هيجاوب غلط. سرعة البديهة، والسؤال هو وفقا للأبجدية الإنجليزية، ما هو الحرف الذي يبدأ به أكبر عدد من عواصم الدول في العالم؟ إس. الدول برضو إس. وجيه سمير، إجابة خاطئة.
ولا الأول ولا الثاني حد. فرصة تانية. حسن عروس بي اللي هي بي فور بوك. بي فور بوك إجابة صحيحة. 28 عاصمة، 7 في آسيا، 7 في إفريقيا، 8 في أوروبا، و6 في الأمريكتين. حسن عروس اتعادلت مع وجيه سمير، مباراة بقت صعبة وقوية. النتيجة في نهاية الفقرة: محمد رفعت 10 نقاط، رحمة عصام 20 نقطة، عبد الرحمن محمود البدري 10، مصطفى نبيل مفيش نقط، وجيه سمير 40، حسن عروس 40، أحمد الهلباوي 10، هشام حسن مفيش نقط. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة ضربات الجزاء والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب30,000 جنيه، بما يساوي 1,500,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 3,900,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية.